حاجة لازمها تصير في مئوية النادي الافريقي في الموسم نتاع السنة، لا ألقاب ولا هم يحزنون. حديقة البارك، علاش الأهمية الكبيرة اللي أنت قلتها بالنسبة للبارك نتاع النادي الافريقي؟ هذا المعقل نتاع النادي الافريقي. ولا البارك هو الهوية نتاع النادي الافريقي. كي ترينا في البارك سي لو شي سوا، تحس بالانتماء، تحس أنك ابن من أبناء النادي الافريقي. كي تدخل البارك وترى الباب احمر وبيض، وتدخل تلقى الباسكت وتلقى الهوند وتلقى صغيرات يترنوا وتلقى ليكيب سينيور وتلقى الجو نتاع الثمانينات والتسعينات، يلزمو يرجع باش ملاعبي كيف انت ملاعبي صغير ولا حتى في السينيور يدخل يلقى 3000 و4000 يتفرجوا فيك في الانترينمون، تحس بالانتماء نتاع النادي الافريقي. النادي الافريقي توا 7 سنين بعيد على الحديقه نتاعو، دونك انا نعتبر انه العوده الى الحديقه والتمارين اللي قاعدين الخيان تنحكيهم بعد شويه قاعدين يحاولوا انهم يهيئوا الحديقه، انا نعتبره اكبر انجاز يا كابتن، اكبر انجاز يصير بعد 7 سنوات من التشرد. عايش خويا كيب سينيور ملوحه من مره في رادس ومره في زويت ومره في المنزل مره في جرومبيليا ومره في جرومبيليا ومره دراوين، ترجع الى العقر الى عقر الدار الى الدار. اعتبر البارك هو اللوكوموتيف من اجل انه النادي الافريقي روبوندي من جديد. ولذلك انا قلت انه اهم شيء بالنسبه لي انا انه العوده الى البارك ثم التحسين بشويه بشويه، وهنا بطبيعه الحال باش نبارك العمل اللي قاعدين يقوم به لخيان دكتور طرابلسي وثله من ابرز واحسن وانظف ما فما جابوا عندهم لا كريديبيليتي خاصه سألت سؤال الدكتور محسن زروق، الهيئة المديرة تتقلق ولا ما تتقلقش معناها من العمل اللي قاعدين يكون فيه التحالف النادي الافريقي؟ بالعكس، أي هيئة مديرة يلزمها ترتاح وتبارك العمل الذي. علاش؟ لنهار تسمعوا واحد من أعضاء الهيئة يتكلم على انتدابات وعلى النتيجة ولا على ربح ولا على خسارة ولا على حد شيء، همهم الوحيد هو العمل من أجل إنقاذ النادي الافريقي مناش؟ أولا من الديون نتاعو من الفيفا، لانه دكتور انا تكلمت معاه في اوت وفي جويليا وقبل جويليا يقول لي يا سمير يقول لي توا ما فماش وقتها مشاكل نتاع رئيس ومش نبدلوا، اي كي تجيني خطيه انا اليوم يقول لك دكتور محسن طرابلسي للشهاده للتاريخ يقول لي انا كي تجيني غدوه خطيه من الفيفا شكون باش يخلصها؟ لا فما لا هيئه مدير لا فما حد حد، على الاقل قال احنا نخدموا نعملوا فلوس باش نخلصوا على الاقل الشيء هذايا. ثم انا كرئيس نادي الافريقي نجي نلقى ناس قاعده تعاون فيا وتخدم وتحسن في البارك وتحسن في الليفستير وتحسن في كذا، باش نقول ليه؟ بالعكس، خاصة وأنه مستحيل أن واحد من التحالف باش يتكلم على مستوى انت. تعرف أنا علاش سألت السؤال هذا؟ على خاطر تتذكرش قداش مرة حكينا على السوسيس مثلا تاع نادي رياضي صفاقسي اللي قلنا تعاون في خدمة، إيبا في الأخر بالكل إلا ما صار كلاش بين الهيئة المديرة والسوسيوس، درنا ورجع كلاش. احنا خوفنا من أنه يصيروا الجمعيات اللي معقول يعملوا حاجة بوزيتيف، لكن في الأخر بالكل ما تنجمش ما تقراش حساب مثلا ايفونتويلمون معناتها تداخل ربما في الصلاحيات ولا ميزانية نتاع النادي الافريقي وحده تخدم على روح حاجه والتحالف نشيل. اما انا دعوه بركة ومن بعد نخلي كلمه الدكتور لانه هو ضيف ماذا بيا هو اللي يتكلم اكثر ممكن. دعوه من خلال البرنامج نتاعنا اللي يسمعوا فيه برشا ناس للميسورين نتاع النادي الافريقي. انا سمعت بكل فخر واعتزاز صاحبي وخويا خليل الشايبي اللي ساهم مساهمه ومازال مش يساهم، تحيه ليك يا خليل وبارك الله فيك. الناس الميسورين نتاع النادي الافريقي وهم كثر برشا يا كابتن، برشا ميسورين، حطوا يديكم مع الناس هذوما في في التحالف باش يقف على ساقيها، وراكم تاكدوا من حاجه انه هالجمعيه هذه مانيش نرمي في الورود، راهي تخدم كان مصلحه للنادي الافريقي لا اكثر ولا اقل. سامحني كان طولت، تفضل دكتور. دكتور شنو عندك ما تعلق منه؟ بعدها نحكي على البوابه الرقميه ونختم الحوار. التداخل هو